يهرولون يمينا ويسارا، إما أنهم يفرون أو يهرعون للبحث عن ذويهم، أو في ذهول يحاولون فهم ما الذي حدث. مشهد يتكرر بعد كل غارة يشنها الاحتلال على قطاع غزة، ولا سيما عندما يستهدف النازحين. في غارة جديدة قصف الاحتلال خياما تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، القصف أسفر عن شهداء ومصابين في موقع اعتقد النازحون إليه أنه بمنأى عن استهداف الاحتلال لهم. احنا جايين هنا عشان نسكن نازحين، قالوا نتوجه للجنوب، هيتين للنكبوب للجنوب، هيتين من ضربة للأقصى، يعني لا لين نهار، لا لين الأمان ولا نهار أمان. أنا اللي بكلمك اللي تلت سبيع طالما الحريق، يعني ماش أقول لك، الله اللي نجانا. واليوم صارت الضربة فجأة، ما سمعنا إلا الضربة، شوف كم خيمة عليش ناس نازحين، غلابة آمنين احنا، لا إنا في الصواريخ ولا إنا في الضرب ولا إنا في القصف ولا إنا في اللي زي ما بيقولوا الرهابيين. مجزرة جديدة تضاف إلى سجل حافل من المذابح التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث تستهدف نيرانه أشكال الحياة كافة في قطاع غزة شمالاً وجنوباً. كنا نايمين يعني وقت هيك، يعني مع الساعة تقريباً 9:30 هيك، ما بنشوف إلا الردم والحيطان بخشن علينا والغبرة والدنيا، وزي ما تقول إحنا في عنا أطفال هنا نايمين وناس نازحين عنها. طلعنا نجري لقينا دار جيراننا مكسوفة، طبعا كلهم فيها كانوا يعني راحوا، ما ظل حد فيهم يعني. أينما تجد أحياء يتنفسون وأبرياء يحاولون العيش في واقع أقل ما يوصف بأنه مأساوي في غزة، تجد فوهات مدافع الاحتلال وبنادقه وهي تحصد الأرواح، حتى ولو صغارا لجأوا إلى خيام واهية لا تصمد حتى أمام أدراج الرياح.